إذن معنا عبر الخط سفيان العلودي، لاعب الدولي السابق ولاعب نادي الرجاء الرياضي سابقا. سي سفيان، مساء النور. السلام عليكم سي احمد. تحية ليك، معايا سي يوسف الشاني هنا في البلاطو. سي يوسف الشاني، تحية ليك. سي يوسف الشاني، الله يحفظك. الصحفي المقتدر والصحفي العميق كيف ما تيقولوا، الصديق والاخ وشرب زمان. سي يوسف الشاني راه قديم، راه دوزنا مع بزاف ديال الاوقات بي ليبوك ديال الرجاء وحتى ديال المنتخب والاحتراف ديال من السبور، ماشي من السبور الرجاء، قبل في من السبور، ولكن الانسان ما تبدلش، بقى هو الطريقه والعفويه ديالو. هادشي اللي تعلمنا منكم، هادشي اللي تعلمنا منكم وهادشي اللي علمتونا اصلا، اللي علمتونا باش كنتمنى لك واحد الموفق في البقيه ديال الحياه ديالك. سورتو كإطار دابا السي سفيان اللي عنده لي ديبلوم ديالو اللي كيقولوا ليه الان باش يكون اونترينور، فنتمنوا لك حد موفق حتى في لا كارير ديالك كوم اونترينور. السي سفيان، شكرا سي حماد، ان شاء الله احنا باقيين كنتعلموا، مازال نتعلموا ان شاء الله بحول الله، من الناس اللي سبقونا، لا لاعبين قدامى، لا مدربين اللي بدنا معاهم، لا اللاعبين اللي لعبنا معاهم حاليا، ولاو مدربين كبار على الساحه الوطنيه، نتعلموا منه ومازال كنتعلموا منهم ان شاء الله بحول الله. سي سفيان، كاول سؤال نسولك بعد سفيان المشجع، عاد باش غتجاوبني كسفيان تقني واللاعب الدولي السابق واللي جاور ايضا وليد الركراكي في المنتخب الوطني، فكيفاش جاك المستوى المنتخب الوطني في هذه لا المباراه ديال تشيلي ولا حتى المباراه ديال باراغواي؟ شوف، اكيد الى غنهضروا من منظور ديال واحد محب المنتخب الوطني ودغيا المنتخب الوطني يظهر واحد الصوره اللي تكون مزيانه، فشتا انا كيف ما تنقولوا فرق كبير بين الحقبتين، الحقبه الماضيه والحقبه ديال وليد، رغم انه يلاه بدا في جوج المباريات، ناهيك على المباراه اللي ما شفناش اللي فازوا بها بهدف اللي فاز كنظن، الاداء في تحسن ملموس، كاينه مجموعه من الحويجات اللي شفناها احنا كمتتبعين، اللي كتشوفها انت كمحب ولا كمشجع للمنتخب الوطني، كاينين شي حويجات اللي ولاو في المنتخب الوطني اللي ما كانوش، ما نهضروش على الانتصارات ولا الطريقه باش كيفوز المنتخب الوطني، قبل كان واحد التخوف عليها على مستوى المنتخب الوطني. انا كمشجع ملي كنتفرج في المنتخب الوطني في الحقبه الفارطه، كنقول واش غيكون مزيان ولا ما غاديش يكون مزيان، من المباراه ديال تشيلي والدخول ديال اللاعبين المباراه ديال تشيلي حتى على مستوى الاسماء قبل المباراه ديال تشيلي ولا المباراه ديال اليوم، فانت كتكون مطمئن على مستوى الاداء ديال اللاعبين، ما تهضرش على مستوى الاداء الفني حتى المستوى الذهني، كتشوف المباراه ديال منتخب تشيلي كاين مجموعه من الحويجات الايجابيه حتى على مستوى الشخصي بالنسبه للاعبين، ملي كتشوف الدور الدفاعي اللي تيقوم به حارس ولا الدور الدفاعي اللي تيقوم به حارس بعد الدخول ديالو ولا الدور الدفاعي اللي تيقوم به زياش، الدور الدفاعي اللي تيقوم به سفيان بوفال، حتى منفرد التحركات ديالو رغم مجموعه من الانتقادات اللي كتقال على المنفرد، فحنا افتقدناه اليوم، كان كيخلق مساحات كبيره للاعبين الاخرين باش انهم يقدروا يسمعوا فرص ولا يسمعوا هجمات، وكيعطي حلول للاعبين ديال وسط الميدان، كما تنقولوا حنا باللغه راه في شاطر النظام، كما تنقولوا حنا واحد اللاعب اللي مشاهد ما تيريحش، رغم انه بعيد على الشبكه نوعا ما، مي هادشي غادي يجي مع الوقت، نتمناو ونحاول نخش فيها على الموضوع، نتمناو الحضور ديال حمد الله كما تنقولوا، كاينه بلاصتو ياك، كاينه بلاصتو ياك، كيف ما تنقولوا محتاجين لاعب اللي يكون هداف في المنتخب الوطني، اللي يعطي قوه للمنتخب الوطني، اللي كنهضروا على الاداء ديال المجموعه ككل في المباراه الاولى قبل ما نطلعوا المباراه ديال اليوم، من منظور ديال واحد المشجع، فكاين واحد الارتياح كبير على مستوى الشارع المغربي، على جميع الاصعده، لا من الناحيه البدنيه، لا من الناحيه ديال لونجاجمون فيزيك، ولا من الناحيه ديال ان اللاعبين كيعونوا بعضياتهم، ماشي ديك البوست ديالي راني واقف فيه باش ندير الخاطر المدرب وصافي، ولا كنتي كتحس باللاعبين قبل في الحقبه اللي فاتت غير واجب، كيجي دير الواجب وصافي، باش ما تكونش ديك عقوبه من الفيفا علاش ما جيتيش ولا علاش ما، ولا يوقع نفس الشيء اللي كان وقع مع مزراوي ومع زياش
اللاعبين كانوا كيأديو الواجب وصافي. المباراة ديال الشيرين شفنا أداء آخر، شفنا وجع آخر لمجموعة من اللاعبين ككلنا، اللاعبين ككل شفنا جرينتا كيف ما تنقولوا كيدابزو على 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 أي كرة سوى ديالو سوى ما ديالوش أنه يمشي يقلب ياخذها. على المستوى الهجومي شفنا مساندة هجومية، شفنا الكل كيشارك، مزراوي حكيمي الكل كيشارك في الهجمات. مجموعة من الحويجات اللي كانت مزيانة. اللي نهضروا على المستوى التقني، مباريات بجوج مختلفين، لا في الأداء ديال الخصم اللي كنلعبو ضدو، لا حتى المستوى البدني اللي كتلعب ضد فرق ولا ضد منتخبات من أمريكا اللاتينية. فحنا كنعرفوا لونغاجمون فيزيك، كنعرفوا لي كاباري ديال البنية الجسمانية ديال اللاعبين ديال هاد القارة، كنعرفوا الفرق اللي كيلعبوا فيها. حتى في المستوى المحلي فهما كيكون عندهم ريتم عالي وعالي جدا. حنا كنشوفوا هادشي في المباريات اللي كنشوفوها في الدوريات الخارجية ديالهم، حتى اللاعبين اللي كيلعبوا في أوروبا شفنا البنيات الجسمانية، شفنا يدية من طرف العناصر المغربية. هاد جوج ديال المباريات كانوا مباريات بجوج مختلفين، لأن الفرق بجوج ما لعبوش بنفس النهج التكتيكي. المنتخب الشيلي لعب ثلاثة المدافعين، لعب خمسة في وسط الميدان، ولعب بجوج ديال المهاجمين اللي كانوا المنتخب ديال الشيلي اليوم ديال باراغواي عفوا حاول أنه لعب أربعة ديال المدافعين، وكنظن أن أربعة المدافعين هادشي اللي غادي يبقاو عليه في كأس العالم. المنتخبات اللي كنلعبوا ضدهم الأغلبية ديالهم غادي يلعبوا لك بربعة ديال المدافعين. اليوم المنتخب باراغواي شفنا خلاص من مجموعة من المتاعب، وخصوصا على مستوى إخراج الكرة أو بناء الهجمة في التولد الأول من الملعب كاين مشاكل كبيرة. اللي كان نشاطر خويا يوسف الرائع على مستوى ديال سفيان مرابط كان بوحدو في وسط الميدان، لقينا مشكل. كان خصنا واحد اللاعب اللي يكون في الدفاع من طينا ديال بانون، اللاعب اللي كيعرف يخرج لك الكرة نقية كيف ما تنقول. ما يحتاجش ان لاعب من وسط الميدان يقلب على الحل باش انه يخرج ياخذ الكرة. منتخب باراغواي اليوم لعب اربعة ديال المدافعين، الظهير الايمن للظهير الايسر كانوا كيرجعوا مع بوفالو، كيرجعوا مع زياش حتى لمنطقة الجزاء ديالنا، كيرجعوا حتى لنفس الملعب ديالنا، كيرجعوا يدافعوا تما، كيلعبوا باربعة جوج ربعة. على المستوى الهجومي ملي كيبغيو يطلعوا يديروا لا ريكوبيراسيون عندك، ملي كيطلعوا يديروا بريسينغ هو، ملي كيبغيو يطلعوا يديروا الضغط العالي كتلقاهم كيديروهم بربعة ديال المهاجمين، مما كيخلي ان لاعب كما تنقولوا حنا بلوك الكره راس مع راس، كنخلي لاعب في مواجهه لاعب اخر. تما صعب علينا اننا نخرجوا الكره، كيضطر ان سفيان مرابط ينزل وسط المدافعين الاثنين، وسط سايس وسط اشرف داري. بالمناسبه قدم مباراه كبيره بزاف، حتى مباراه اشرف داري في زيرو بيوت انكيسي، يعني زيرو بيوت انكيسي، يعني الخط الدفاع هو اللي يمكن نقولوا النقطه الايجابيه اللي الى حنا غنتكلموا تقنيا دفاعيا. مزراوي حكيمي داري وسيس كنظن الاخ سفيان، يعني البوان لو بلو بوزيتيف اللي كاين في المنتخب الوطني حاليا هو الخط الدفاع. من نساوش المباراه ديال الشيلي كان دفاعيا احسن من المباراه ديال اليوم، واشرف داري كان احسن من المباراه ديال الشيلي. كان اليوم في مستوى عالي كما تنقولوا حنا باللغه ديالنا، بان عليه الاحتراف. اشرف داري كان احسن مدافع عندنا في البطوله الوطنيه ملي احترف، رغم الصعوبات اللي لقى في المباريات الاخيره في الدوري الفرنسي، مشي عادي وعادي جدا. تنتقل من واحد النيفو لنيفو اخر، غتاخذ شويه الوقت باش انك تطور. وخير بالين هو اللاعب اللي مروا لي تطور، لا ملي كنهضروا على نهض النيفو شفنا تحسنوا اللي ولا عنده حتى ولا في الدفاع في افريقيا. ملي كنهضروا على اخرهم هو نايف اكريل، شفنا البدايات ديالو في الدوري الفرنسي، من بعد تطور، شوف المستوى اللي وصل ليه تبارك الله ما شاء الله، مازال يتطور المستوى ديالو. اشرف داري هو غادي في هذا الاتجاه. المشكل اللي كان اليوم علاش كانوا فرص اكبر من المباراه ديال الشيلي، لان المدافعين ما كانوش كيلقاو الحلول كيفاش يخرجوا الكره. كتلقى سفيان مرابط كيرجع حتى للدفاع باش ياخذ الكره يحاول يلقى الحلول، كيدير تمريرات خاطئه، اللاعبين لهم لا اناخي لا امين حريق، كيبقاو مان تو مان مع هذوك جوج اللاعبين ديال وسط الميدان
الدفاعي ديال منتخب الباراغواي ما كانش حلول. كان لازم له واحد المدافع اللي يعرف يخرج ديك الكره نقيه. حاول شحال من مره، حاول تايت ولا اشرف حكيمي ولا حسام زراوي، حاولوا انهم يخرجوا ديك الكره نقيه. يعني ما قدروش، ما كانش ديك السلاسه في اخراج الكره. شحال من مره شفنا كره طويله اللي ما كتنفعناش لاعبين الهجوم. حنا عندنا ماشي لاعبين كبل عدد التواجد الصغيره، ما كاينش ذاك الكيفو اللي كتقدر تركز عليه باش تاخذ الكره الطويله. خويا احمد ملي كيرجع سفيان مراد كاين الدفاع باش ياخذ الكره، داكشي اللي باغي المنتخب الشيلي باش يبقى وسط الميدان واحد ضد واحد. وكتكون افونتاج على اللاعبين الباراغواي، لان اللاعبين ديالنا عاطين بالظهر للمرمى ديال المنتخب الباراغواي. لو كان عندنا لاعب اللي يعرف يخرج لك في الكره النقيه، هذا هو المشكل الوحيد اللي كان عندنا اليوم. لو كان شي لاعب يعرف يخرج لنا ديك الكره النقيه، غتكون عندنا واحد الزياده عدديه في وسط الميدان بالتواجد جوج المدافع، جوج لاعبين وسط الميدان عند المنتخب الباراغواي. منتخب الباراغواي خلق لنا مجموعه من المتاعب، هادشي مزيان بزاف باش نعرفوا المشكل فين كاين عندنا. مزيان هنا تنبان الدور اللي كان كيقوم به املاح في المباراه الاولى. املاح لاعب اللي عنده لعب هجوميه، ولكن كيف ما كان الحال كيدافع المدافعين باش يخليهم يتنفسوا كيف ما تنقولوا. رغم ان المنتخب الشيلي حاول يضغط علينا شحال من مره، ولكن التمركز ديال بوناحي خلى امرابط يكون نوعا ما مرتاح، خلى امرابط يقتصر الضغط ديالو غير في التفكيك في الكره او استرجاع الكره. اليوم كان عنده جوج ادوار، خصو يسترجع الكره وخصو يلقى لنا الحل. شفنا شحال من مره في بدايه المقابله، وخصوصا في 30 دقيقه الاولى، شفنا واحد مجموعه من التمريرات الخاطئه اللي كانت قريبه لمربع العمليات. مع منتخب كرواتيا ومنتخب بلجيكا تدي غاليه، طبيعي مزيان. هذا الشيء وقع لنا في المباريات الاعداديه او المباريات الحبيه كيف ما تنقولوا دار فيفا. مزيان هذا الشيء وقع. منتخب اليوم الباراغواي رغم انه ماشي ذاك المنتخب اللي تاهل لكاس العالم، انما خلانا نعرفوا نقاط الضعف ديالنا، نقاط القوه ديالنا حنا كنعرفوها في اللاعبين ديالنا. كنعرفوا نقاط القوه ديالنا اليوم، بانوا مجموعه من الحجات مزيانين. شفنا زياش سي سفيان، شفنا زياش اللي دار جوج ديال لي تير خارج كاري 18 اللي كانوا غيعطيو الهدف، يعني التير الاول والتير الثاني ما بيناتهمش هذا. فشفنا ان اكسبلو انديفيديوال ديال زياش اللي كيبين لك بانه لاعب يقدر يدير لا ديفيرونس في اي لحظه من المقابله. هادشي اللي بغيت نقول لك اخويا احمد، ان حتى المحاولات اللي جاونا اليوم عكس المباراه ديال الشيلي، كان بناءات هجوميه، كانت مثلثات في وسط الميدان، قدرنا اننا نخلقوا فرص من واحد الجهه تكتيكيه. اليوم كانت صعيبه علينا حتى الفرص اللي قمنا بها كانت مجهود فردي ديال اللاعبين اللي كيعتمد على الفنيات المهاريه ديال اللاعبين. شفنا بوفال مجموعه من الحوجات اللي دار، الصعود ديال حكيمي، السرعه ديالو والبينيتراسيون ديالو اللي كانت مزيانه. شفنا زراوي حتى هو الصعود ديالو، وناحي حاول كذا مره انه يسجل، رغم ان في الدقيقه 3 الكره اللي تاحت من ركنيه لو كنت سجلات كانت تكون مباراه اخرى. باراغواي بدل الاستراتيجي ديالو ويقدر يخلي لك مساحات اكبر، لان غادي يتقلب على التعادل. مي كنبقاو ندورو كنرجعو، مباراه اليوم مباراه مفيده اكثر من المباراه ديال الشيلي، لان لقينا فيها مجموعه من المشاكل. وبالنسبه لي من وجهه نظر ديال المتواضعه، المشكل الاول اللي كان عندنا اليوم هو في خروج الكره من عند المدافعين. صعوبات كبيره لقيناها، كان مجموعه من التمريرات اللي كانت ما مزياناش. حتى مقارنه بين المباراه ديال الشيلي والمباراه ديال اليوم، حتى هذاك كما تنقولوا حنايا تغطي على صاحبك على مستوى الدفاعي ما كانش اليوم مزيانه، على اساس ان الكره كانت كتضيع قدام مربع العمليه، كانت كتضيع في نصف الملعب ديالنا. كنا كنضيعوا بزاف الكره في نصف الملعب ديالنا. التالق ديال داري هو السمه الاساسيه اليوم، المستوى اللي ظهر به مستوى عالي وعالي وعالي جدا. احنا يعني احنا ورا المنتخب الوطني كيف ما بغى يكون الحال، كتبقى وجهات نظر ديال الناس محبين المنتخب الوطني، وكله كيفاش كنقولوا كله كيفاش تيقبل وجهه ديالنا، وكله كيفاش كيشوف المباراه من المنظور الخاص ديالو.
سفيان، آخر سؤال. المقابلة اللي فاتت شفنا دخول يوسف نصيري اللي بدأ به يعني من لو 11 دو ديبار، اليوم شفنا بأنه كان غياب ان فري نيميرو 9 كنقولوا رايان مايي، ما نقدروش نسميه بهذاك لاتاكون دو بوينت كيما الشكل مثلا ديال يوسف نصيري ولا ديال حمد الله مثلا. لا اسمح لي طلال، الى راه قبيله الوليد ديالك على نصيري رغم انتقاده ديالو، انا متفق مع الودي، انا لاعب نصيري رغم انتقادات فهو سي ان جوور جينيرو كيحاول غنقولوا بالدارجه كيبرز الاربعه والخمسه، هو اللي كيخلي بعض المرات المساحات لي زيسباس باش هذاك بوفال اولا مثلا زياش يقدروا يلقاو مساحات. اللعب لو جو ديال مايي ماشي هو لو جو ديال نصيري، ونصيري اون بلوس انه كيحاول دائما لانه ما كيزكاش سي دائما في لي زابيل، ودائما كيكون كيقلب على شي بلاصه خاويه كيرجع كيعاون بعض المرات حتى وسط الميدان وفايت وسط الميدان. كنظن على ان نصيري رغم انتقادات الناس خصهم يعرفوا باللي جميع المدربين، وهذا ماشي صدفه، انهم تاقوا في نصيري ابتداء من غونار وقبل من غونار مع وحيد وكذلك دابا مع وليد. كنظن ان نصيري جاي من اصابه خاصنا نصبروا عليه، ولكن سيت اون فالور سيغ انا بالنسبه لي رغم انتقادات. علودي تفضل السي سفيان، اش بالك في الكلام ديال سي يوسف؟ لا اكيد انا متفق معاه، ماشي 100% مليون في المئه. ملي حنا نقدروا نقولوا كما تمشيو نهضروا نكونوا صريحين واقعيين، نمشيو في الطرح ديال 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 الشارع وديال العام كما تيقولوا. المحاباه ما كنظنش ان المحاباه غتكون عند اشبيليه، عند فريق بقيمه سي تي في ما كنظنش ان المحاباه، وفريق كيلعب واي مدرب كيجي كيعتمد عليه، فماشي من فراغ وماشي من والو كما قال خويا يوسف الاستاذ يوسف. جميع المدربين اللي مروا على المنتخب الوطني منذ ظهور ديال الفريق اول مره كيعتمدوا عليك كلاعب رسمي. اكيد كاينين لاعبين مزيانين، مي كيبقى مسالين اللاعبين المشغلين، اللاعبين اللي كيخلقوا لك مساحات تقدر تجي فرصه كيضيعها، يقدر انه ما يبانش فيك في نهارو، وانما كتلقى اللاعبين اللي كيكونوا انشؤوا لاعبين غير هنديين ديال الاطراف ديال كيلقاو حلول. ماي لاعب اللي نقدروا نقولوا داك عضوم، ماشي داك فوالا، هذا هو الراي ديالي انا في رايان ماي. خصو يكون حذر، وشنو التالق ديال ماي ولا الفرص اللي كان كيخلق ماي ملي كان تيكون شبه مصيري، واحد ولا حدا الكابي كيف ما تنقولوا، واحد حداه كي يغتنم الفرص كيف ما تنقولوا. انا ملي كنهضر معاك كنقول لك يا اخو احمد، راه كنقول لك عن تجربه، انا ما عمري كنت راس حربه، نقدر نكون في اواخر المسار ديالي يعني بحكم الاصابه واللياقه البدنيه، كنت نقدر نكون راس حربه لانه عندنا التجربه، وانما بالتالق كما تنقولوا ديالي اللي كانوا شافوا الناس وهذا، فكان صدم تواجد واحد اللاعب اللي سميتو مصطفى بيدودان، راس حربه اللي كيهضروا على راس حربه، راس حربه ديال بصح الدابل، وانت كتغتنم دوك الفرص ولا دوك المساحات الصغيره اللي كانوا تيكونوا مصيرين اللاعبين، نقول لك اللاعبين مهمين داخل ومع المنتخب كان حداك الشماخ سي سفيان، مروان الشماخ كنهضرو حتى على مروان الشماخ، كتشوف التالق ديال يوسف حجي ملي تيبقى حداه كيتيوي، التالق ديال جواد مهيري، اللاعبين كاع اللاعبين اللي تيكونوا حدا هاد اللاعبين اللي تيكونوا رؤوس حربه، تتشوفهم تيتالقوا. المباراه ديال اليوم والمباراه ديال الشيلي، شفنا المباراه ديال الشيلي كانت تمولات، كان دخول العمق، كان مجموعه من الفرص اللي كانت في مربع العمليات. اليوم اغلب الفرص اللي كانت برا مربع العمليات، وكانت بالخصوص هجمات مرتده اللي كنا كنتحولوا من الدفاع للهجوم. ممكن كاين المباريات اللي تقدر تلعب بواحد جوج ديال اللاعبين اللي يكون عندهم نزعه هجوميه في وسط الميدان، ولكن كاين مباريات اللي ما تقدرش تلعب بهذا الاسلوب، تقدر تلعب بسوفيات مرابط واحد اللاعب اللي باغارور كيف تنقولوا، واي كره كطيح عند الخصم كتلقاه واقف، كتلقاه حاضر، كتلقاه مستوى دفاعي موجود، ولكن خصك واحد اللاعب اللي يساعده دفاعيا ولكن بدرجه كبيره يساعد الهجوم. ملي كنهضروا على املاح، ونهضروا على الدور يقدر يقوم به املاح، ويقوم به حتى على اكمل وجه حتى جبران،
نيبران هو من اللاعبين اللي كيعرفوا يجيدوا هاد 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 الاسلوب هذا، ومنين نعاود نخرج لك نوعا ما على الموضوع هذا اللي كان كيمتاز بهاد 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 السيره ولا بهاد الطينه ديال هاد اللاعبين هادو اللي كان كيمتاز بهم وتقدر تشاطروا من الراي، وهو اللي ذكرتي لاعب النزعه الدفاعيه كتلقاه هو الاول، وفي اي هجمه ديال الفريق ديال لا مع الوداد لا مع بيراميد كتلقاه حاضر مربع العمليه. الجبران ولا من هاد من هاد الطينه ديال اللاعبين اللي كيلعب حداه شي لاعب اللي كتلقاه نوعا ما عنده واحد النزعه دفاعيه كيقدر يزيد، علاش؟ لانه كان جوار دو فوكال لاعب كيعرف يلعب في المساحات الضيقه، يعرف يلقى لك الباس في الشارع، وحنا في امس الحاجه هاد اللاعبين وخصوصا في المونديال، لان غادي يطلع ضد واحد اللاعبين اللي باكتيكمون فور مستوى عالي، لاعبين اللي كيلعبوا في المساحات الضيقه عندهم يلعب معك مترو على مترو مترو على مترو، تقدر يلعب معك واحد واحد يفيد لك ويخرج لك الكره، منتخب كرواتي لا منتخب بلجيكي لا اللاعبين ديال المنتخب الكامالي، فهم لاعبين اللي كيعرفوا يجيدوا يلعبوا في المساحات الضيقه، وفي المونديال غادي تلقى غير المساحه الضيقه، غتلقى لا روبي ديفونسيف او الرجوع للدفاع بواحد الشكل كبير، يعني الهجمه المرتده قليل هي غادي تقدر ديرها، وغادي تلقى الضغط العالي كما لقيتي فيهم، خصك تلقى حلول، الحلول غادي تلقاها في وسط الميدان ولا في الدفاع، تشتغل مع الدفاع انهم يوليو يعرفوا يخرجوا الكره لقوا الحلول. نتمنى من الله اننا كما قال يوسف في المباريات اللي جايه الرسميه الاحصائيه ديال كاس افريقيا المقبله، جوج مباريات كنظن اللي غادي تكون يا كاس يوسف جوج مباريات اللي غتكون قبل المونديال، جوج مباريات نتمنى في جوج مباريات، لان غيكون كما تنقولوا فكر اخر، غادي يكون ماشي بحال المباريات الوديه كيف ما كان الحال، كتبقى مباراه وديه مختلفه تماما عن المباريات الرسميه، كتبقى مباراه رسميه ونشوفوا كيفاش غيتعامل المنتخب الوطني، رغم اننا ولات عندنا واحد شبه فكره على المنتخب كيفاش غادي يكون في المباريات الرسميه، كيبقى كيف ما قال يوسف خويا يوسف، كيبقى عندنا 80 85% من التشكيل باين وواضح، كيبقى كنظل الاشكال في راس حربة، واش غتبقى تعتمد على 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 يوسف المطيري والتوغلات ديالو ولا التحركات ديالو باش يخلق لك ولا ننتظروا رجوع حمد الله ان شاء الله، نتمنى ولا رجوع حمد الله، لان حتى شوف حمد الله ملي كتفرج فيه راه كيمتاز بهذا الميزه هذه، كيمتاز بحكم ان السمعه ديالو هداف، اي تحرك كيديرو كتلقى الدفاع كامل كيمشي معاه ويخلق لك فرص اللاعبين، وباقي ما شفناش ايوب الكعبي حتى هو ان فري نيميرو 9 باقي تشوف ما شفناش، اللي كان دار موسم كبير الموسم الماضي مع في البطوله التركيه اللي كان من ثلاث احسن هدافين، فبالتالي كنظن بانه حتى الفرصه خاصها تعطى ايوب الكعبي وحتى سفيان رحيمي اللي كيقوم دابا للموسم الماضي ولا هذا الموسم دابا بغيتي دابا عطيتيني الباس وخليتيني باش نهضر دابا ياك لا ولكن كنا انا صراحه والاخ يوسف ما عرفتش شي كنت كنتسنى اليوم نشوفوا ظهور رحيمي انا كنت عندي ما عرفت نقدر نكون غلط ونتمنى نكون غلط ان رحيمي والكعبي ما كنظنش انهم غيكونوا متواجدين في التشكيل القادم من الداخل الوطني، ما كنظنش الا ما نتمناوهاش وكما تنقولوا بالدارجه الله يعطي لكاع اللاعبين تحكمهم، انا اكثر واحد عانيت من الاصابات ونتمناو الاصابات في شي واحد، ولكن في حاله غياب اضطراري لاحد اللاعبين يقدروا يكونوا هاد جوج لاعبين، المباراه ديال الشيلي والمباراه ديال باراغواي نفس جوج اللاعبين كيطلعوا ما كيلبسوش، ما كنظنش انك تعتمد عليهم في مباريات رسميه، ما كنظنش بحكم التجربه ديالنا مع المدربين اللي باش نكون واقعيين، انا ديك بغيتي تهضرني انا نهضر، ما كنظنش اخويا حيت انهم غادي يكونوا، لان كان ممكن الا تعتمد عليهم واحد 15 ديال الدقائق يقدر شي واحد يقول لي لا راه حيت كيعرفوا مزيان، وي راه كاع اللاعبين ديال المنتخب كنعرفوهم مزيان كلهم، كاين شي واحد جديد كنظن
الحكم المنتخب اللي كانوا في اللائحه ديال هاد جوج ديال المباريات يعني كنظن صعيب الا لو وقعت شي حاجه وما نتمناوهاش ونتمنى نكون غلط في التخمين ديالي ونتمنى نكون غلط ولكن اللي يقدر يكون هو حمد الله لان حنا ما نهضروش على المطلب الشعبي ديال جميع الشارع الرياضي في المغاربه واحد 99% ديال المغاربه كيطالبوا بحمد الله وانما حتى القيمه ديالو وحتى التصريحات ديالو كيتحدث عليه والمفروض عليه خصو يكون حتى تصريحات الوليد الركراكي راه اكد قال لك كما قال بهاد العباره باللغه الكوريبيليه وغيكون مناداه قال لك هو تكلم معاه قال لك غرار المدربين الاخرين اللي ما تكلموش مع حمد الله قال لك هو تكلم معاه شخصيا واكد ليه بانه راه كي متابعه بانه حيت كان موقف التصريح ديال شوف التصريح ديال الوليد باين إيه الا بغى شي واحد يحرفو ولا بغى شي واحد يقادو باش راك عارف شويه البرد شويه ديال شويه ديال وانت راك عارفني انا ما عنديش مع هادشي ديال البرد وهذا نهار الحمد لله خطا كنت اول واحد كنت اول وكطيت انتقادات كثيره رغم انهم ما فهموش القصد ديالي كان اول واحد هضر عليها هو انا قلت انا ما نتفقش مع الحمد لله انه يخرج من ليكيب ناسيون كيف ما بغات تكون الظروف بحال واحد الجندي حط سلاحه ومشى وخلانا نتحرب وحده نو ما معاش مثالي لا كوب دافريك وهذيك الساعة ممكن انك دير اي حال تريح ديال الوليد تريح ديال الوليد واضح وبين قال لك الحمد لله انا ما عيطتش ليه حيت كان موقف وما يمكنش نعيط لواحد اللاعب يكون موقف يعني الحمد لله كان انه بيجي بحكم انه موقف ما دارش في لاليست المشكل ديالو تحل بثلاث ايام قبل ما تدار لاليست قبل ما تبدا لاليست كاين واحد العرض حنا كنعرفوه ومعروفين لاليست قبل ما تتحط المدرب كيكون تاصل وهادشي وقع معنا وقع مع لاعبين اللي قبل وقع مع مجموعه من اللاعبين كيتصل بك المدرب راه غنعيط لك واش راك واجد واش راك ماذا كتقول اه كيقول لك الساعه درك فين انا غادي توصل في الكونفوكاسيون ما يمكنش انا عيطت وانا كمدرب عيطت لواحد اللاعب اكس عيطت ليوسف شاني يوسف راك غتكون معنا مستعد مستعد تحمل القميص الوطني هو يقول لي صحت عليا وهذا وين مستعد نجي نلعب في الكيب مثلا يتحل المشكل ديال حمد الله قد ان حمد الله يلعب عاون عيط ليه نقول له يا سي اسمح لنا ما نجي حيت واحد اللاعب راه جاهز باش انه يلعب هو قول لي صدق قبل ما يتحل هذا المشكل وانما اللي 99% ان حمد الله غيكون في المباريات القادمه ديال المنتخب غيكون في المباريات القادمه ديال المنتخب نتمنى انه يعطي الاضافه لاننا محتاجين واحد الهداف اللي يكون مزيان احنا دابا اش كنقولوا لعل وعسى شي اكسبرو او لا شي حاجه تكون فرضيه ديال شي لاعب باش نقدروا نسجلوا ملي كيكون عندك واحد اللاعب راس حربه اللي كما كنقولوا احنا مصاحب مع الشبكه ولا كما قلتها مؤخرا تنهضر مع واحد الصديق وجبدنا الموضوع الحمد لله قلت له انا واقيلا الوالده عنده ما دعينا تدعوه من السير الله الا جيت مع الشبكه ما تعرف الوالده ديالو الله يسلم عليك تعرف هذه الدعوه هذه سير الله الا جيت مع الشبكه تدخل الماتش مشي الشبكه ديريك الحمد لله معطياه تبارك الله ما شاء الله هداف ملي كنقولوا هداف نتمناو عري حتى هو بعض التصريحات اللي تيقدروا يشكلوا يكبر يعني نقولوا يسخر عقله يقدر يكون شوف ويدير المنتخب الوطني كاولويه وانا كنظن بانه راه غيتم المناداه عليه شوف ما كنظنش اخو احمد ان شي لاعب عنده جنسيه مغربيه ما عندوش الاولويه ديالو يلعب في المنتخب الوطني واخا مع راسو شي تقدر تكذب على الناس كاملين اخويا احمد وتبان باللي راك شخصيه قدام الناس كاملين ولكن قدام راسك في المرايا انت كلاعب عندك سميه على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي وعلى المستوى العربي وما كتلعبش في ليكيب ناسيونال كتبقى ناقصك شي حاجه انت مع راسك شي تعطي واحد ليماج للناس تعطي واحد ليماج للصحافه واحد ليماج تقدر تعطيها للناس ولكن مع راسك ملي كنوقف مع راسي الصباح ملي نغسل سناني ونوقف قدام المرايا كنقول مع راسي سي سفيان باقي لك ليكيب ناسيونال اللي يقاتل ما كاينش شي لاعب ما عندوش الطموح ما كاينش رغم انه يبان لك باللي شخصيته وما عرفتش داكشي محتاج انه يجي يلعب في ليكيب ناسيونال كما ليكيب ناسيونال محتاجه لواحد الهداف
حتى حمد الله راه محتاج ليه كيف ما شاء الله. نتمنوا من الله انه يكون في هذيك المقبله، نتمنوا انه يكون في هذيك المقبله. وانا متاكد واحد نقول لك 120% ان حمد الله الا جا غيعطي اضافه واضافه كبيره، وخصوصا بحكم السمعه اللي عنده كهكا ولاعب كيشمل الهدف، غادي تكون انت كمتفرج مرتاح من واحد الناحيه، كتولي باغي الكره توصل غير مربع العمليات باش انها تقدر تسجل. وما عرفتش انا عندي واحد الاحساس ان هاد كاس العالم هذي المنتخب الوطني غيدير مفاجاه او مفاجاه كبيره ان شاء الله بحول الله. وانتم لا يكون حصان اسود بحال السنغال في 2002 هما لا. نتمنوا ويمشيو ابعد من اللي مشاو، يعني المنتخب ديال 86 نشوفوا هذا المنتخب يمشي ابعد ان شاء الله لما لا نصف النهايه ولا ربع النهايه. سي سفيان كنشكرك على قبول الدعوه وعلى التواصل ديالك معنا ومع متابعين ومشاهدين قناه لو 7 تي في. شكرا لك انت اخويا احمد على التواصل ديالك وعلى الدعوه ديالكم، وتحياتي ليوسف والضيوف اللي غادي يجيو مرايا كنظن في مصطفى طلال وفي العيد اساتذه كبار، ومن غير التحيات ديالي والمتابعين ديالكم. شكرا.